تطبيق كلاب هاوس ممكن نقول أنه موضة هذه الأيام، فاللي ما يعرفه أكيد سمع عنه. التطبيق ببساطة بيعتمد على الصوت والصوت فقط تحديدا، يعني لا في كتابة ولا فيديو، والموضوع كله عبارة عن غرف دردشة صوتية بيصير فيها نقاش معين والناس بتدخل وتتكلم وتتفاعل. بس الشيء اللي مرة لافت في التطبيق هو أنه مو أي أحد سجل فيه يقدر يستخدمه ويسوي غرفة ويدردش فيها مع البقية، لا لازم أحد يدعي، يعني يعمل له invitation علشان يستعمل التطبيق. وزي ما قلنا الناس الآن طايحة فعليا في التطبيق، ومع ارتفاع شهرته طبعا المخاوف المتعلقة بخصوصيته ومدى أمانه كمان بتزيد، وهذا القلق اتصاعد بعد ما كشف مرصد ستانفورد للإنترنت والمختص في أبحاث الإنترنت، كشف عن ثغرة أمنية بتسمح لشركة تكنولوجية صينية اسمها أغورا إنها تخترق بيانات المستخدمين ومحادثاتهم الصوتية وتستغلها وتبيعها للحكومة الصينية بحسب التقرير. وأصلا بشكل عام في مخاوف من أنه التسجيلات الصوتية اللي بتصير جوا التطبيق مسجلة وممكن تتسرب، خاصة أنه حتى المستخدمين ممكن يسجلوا المحادثات عن طريق تليفوناتهم هم نفسها. فعلى العموم من جهة تطبيق كلاب هاوس ما أنكر هذا الموضوع وما أنكر تحديدا نتائج الدراسة حقت ستانفورد، بل بالعكس اعترف بوجود ثغرة وقال أنه خلال 72 ساعة الجايين حيعمل تغييرات وتحديثات بتضمن تشفير أقوى لضمان أمان بيانات مستخدميه. طيب نحن من جهتنا حبينا ناخذ رأيكم في التطبيق نفسه، وسألناكم عبر حسابنا على تويتر كيف بتقيموا تطبيق كلاب هاوس. الأجوبة جاءت كالتالي: 8% قالوا أنه جيد، 26% شافوا أنه سيء، وأخيرا النسبة الأكبر 66% كان جوابهم لم أجربه. على العموم هذول ال 66% ممكن يغيروا رأيهم ويجربوا التطبيق في الأيام الجاية، بس أنا صراحة مستغربة من النتائج لأنه يعني في بشر كثير موجودين الآن في كلاب هاوس. على العموم خصوصا طبعا أنه إحنا بنتكلم أنه في مشاهير كثار وبارزين سجلوا فيه وهم نفسهم كان ليهم الأفضلية في ارتفاع شعبية كلاب هاوس حاليا. ومن بين الناس اللي بنقصدهم الملياردير ومؤسس تسلا إيلون ماسك، اللي سبق وعمل ضجة بعد ما قال للناس أنه حيكون موجود في التطبيق في ساعة معينة. وأمس كمان رجع ماسك وعمل إثارة كعادته بعد ما دعا في تغريدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا لتبادل الحديث على كلاب هاوس. إيلون ماسك منشن حساب الرئاسة الروسية الخاصة ببوتين وكتب له بالإنجليزية والروسية وسأله بتحب تتناقش على كلاب هاوس، وبالمناسبة الآن ما في جواب أو تعليق روسي رسمي على هذا الموضوع. على العموم ينضم إلينا من الرياض عبر تطبيق زوم الخبير التقني عبد العزيز الحمادي. أهلا فيك عبد العزيز. طيب الأرقام حسب الاستفتاء يعني بتقول 8 بس قالوا في المية قالوا جيد، 26% شافوا أنه التطبيق سيء، و 66% ما جربوا. مين اللي جالسين بيسهروا الليالي وبيقضوا 24 ساعة الآن على كلاب هاوس وشايفينهم طول الوقت؟ اهلا ساره، الله يعطيك العافيه. وفعلا موضوع كلاب هاوس ماخذ الجو الايام هذه بشكل كبير جدا. اليوم اتخيل الاعداد الكبيره اللي دخلت كلاب هاوس في النهايه ايضا لا تمثل الا نسبه قليله جدا مقارنه بالعدد المستخدمين المتواجدين في تطبيق تويتر. على سبيل المثال تطبيق تويتر في السعوديه لوحده عدد المستخدمين تقريبا فوق 13 مليون مستخدم، فلذلك يعني العدد في الوقت الواحد اللي موجود في كلاب هاوس حتى وان كان بعشرات الالاف لا يمثل الا جزء يسير حتى الان طبعا مقارنه ما يكون في القادم بطريقة أو بأخرى. طيب إحنا الآن في الفترة الأخيرة كل تطبيق أو كل مشكلة مثلا بتصير سياسية لها علاقة بالتقنية وما إلى ذلك بيقولوا أنه في اختراق صيني أو أنه الصينيين داخلين في هذا الموضوع. الآن حتى كلاب هاوس برضو في اختراق كمان في الموضوع له علاقة بالصين؟
طبعا كلوب هاوس اتخيل انه دامه تطبيق في بدايته، فاكيد ستكثر اختراقاته بشكل او باخر. يعني اذا كان تطبيق سيجنال اللي كان يرشحه ايلون ماسك كأمن التطبيقات في المتجر الالكتروني، وجدت الاسبوع الماضي في بعض الثغرات الامنيه، فلذلك ما بالك في تطبيق تو خارج الى السوق، حتى شعار ما عنده ولا هويه واضحه حتى الان، فاتخيل ستكثر ثغراته بطريقه او باخرى، سواء من الصين او حتى بداخل امريكا. طيب الان هذه الثغرات هل لازم نقلق منها؟ هل نقدر نقول بشكل عام انه كلوب هاوس تطبيق لا زال في قيد التطوير وتطبيق غير امن كل المستخدمين؟ طبعا التطبيق كلوب هاوس قد يكون يعني مخاطره من ناحيتين، سواء المخاطر من اختراقات خارجية يعني بسبب بدايته، تو هو بدأ في أبريل 2020، يعني تو ما كمل حتى سنة كاملة، فأكيد التطبيق لا يزال في بداياته، ستكثر اختراقاته، ليس لن يكون في مأمن بشكل كبير. الأمر الثاني وهو نوعا ما عدم ضمان الخصوصية فيه بشكل كامل. يعني الآن التطبيق صحيح أنه يدخل شخص ومن ثم يتحدث ولا يسجل علانية حديثه، ولكن التطبيق وفق سياسة الخصوصية لمن يقرأها أنه يحق للتطبيق تسجيل الصوت ومن ثم استخدامه في أي قضايا أمنية لاحقة في المحاكم ونحوه، وهم يقولون أنه يتم تسجيله بطريقة مؤقتة. لذلك اليوم سياسة الخصوصية، وإن كان أيضا في الدول الأوروبية يرون بعض الخبراء أنه يتناقض مع سياسة الـ GDPR الأوروبية اللي يعني تحرص على سياسة الخصوصية للمواطن الأوروبي، في أيضا في نفس الوقت أيضا التطبيق قد يخترق خصوصية المستخدم بطريقة أو بأخرى، لذلك لا نقول أنه هو آمن بشكل كامل بطريقة فعلا الشخص يستطيع استخدامه بشكل آمن مقارنة بغيره من التطبيقات. هي الفكرة ذكية يعني عبد العزيز، لما هو يقول لي أنه أنا ما بسجل وأنه أنتم اللحظة اللي تخرجوا فيها من هذه الغرفة راحت المحادثة، فهي مغرية هذه الفكرة، تحس أنك أنت ممكن تتكلم وتقول أي شيء وخلاص بعدين انمسحت. ولكن اللي بيحصل وحتى شفناها أمس على تويتر، انتقلت بعض المحادثات من التطبيق، المحادثات الجدلية تم تصويرها عبر التليفون وعرضها في تويتر، هل هذا مقبول؟ طبعا في سياسة كلوب هاوس كانوا يحرصون وينذرون من أنه من يقوم بتصوير الشاشة ومن ثم إعادة نشرها سيقومون بمحاسبته وملاحقته قانونيا وغيره كثير من القضايا، ولكن لن يستطيعوا بالتأكيد عمل ذلك. في سناب شات سبقهم قبل سنوات طويلة بنفس يعني الأسلوب، ولكن نرى الآن سناب شات كيف تقوم بمشاركة أو الناس يقومون بتسجيل الشاشة بطريقة سهلة جدا، بل أنه كلوب هاوس أخطر من سناب شات، لأنه سناب شات على الأقل ينذرك أنه في شخص معين قام بتسجيل الشاشة، ولكن في كلوب هاوس أنت ما حتعرف، أنت تتكلم كلام ترى أنه أو تتوقع أنه غير مسجل، ولكن هناك أشخاص ربما بالعشرات يقومون بمشاركة هذا التسجيل ومن ثم نشره. طب الناس الآن طبعا بتقارن بين كلوب هاوس وبالتوك، وبالتوك يعني في مراحله الأخيرة ما عمر يعني، وفي مراحله الأخيرة انتشرت كثير أشياء لا أخلاقية فيه أو غير أخلاقية فيه، هل من الممكن أنه تنعاد نفس المسلسل في كلوب هاوس، خصوصا أنه أمس كان في جدل على مثلا جروب صار عن أنه خطابات وما إلى ذلك، وصار في جدل في كلوب هاوس عليه؟ واضح اني انا كمان من اصبحت مدمنين. يا الجروب الاول على يعني باللغه العربيه عندنا في المملكه اللي وصل للحد الاقصى ب 5000 مستخدم، لكن البالتوك لو راينا فعليا الان بدا يتجدد بثوب جديد، وهو بثوب الكلوب هاوس، ولذلك اليوم فعليا هناك حديث كبير جدا في كيف تستطيع كلوب هاوس ان تقوم بضمان المحتوى الذي يتم مشاركته عن طريق هذا التطبيق، خاصه انه هذا التطبيق عباره عن جروبات يتحدث ايا كان هذا الشخص دون رقابه، ما يستطيع احد ان يعني ان يراقب الحديث اللي يقوم فيه ومن ثم اغلاقه او يحجبه، فلذلك هذا فعلا خطر كبير، صعب جدا ان يتم الرقابه عليه، صعب جدا ان يتم ملاحقه من يقوم بالحديث بهذا الطريقه، ولذلك
يقول كلوب هاوس أنه نحن نحاول التقليل من هذا الأمر بأنه التسجيل ليس تسجيل وهمي، التسجيل عن طريق أرقام جوالات حقيقية، ولكن اليوم أي شخص يستطيع إخراج رقم جوال عن طريق الإنترنت والتسجيل في طريقة وبأخرى. في ذلك يعني فعلا تقييد هذا الأمر صعب جدا. إيه، ولسه لما تزيد الأعداد أكثر وأكثر حنشوف العجب يبدو لي. طيب خليك معانا عبد العزيز، نحن حنكمل موضوعنا عن كلوب هاوس وحنرجع لك كمان ثاني.